انشقاقات في حزب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بسبب الصحراء الغربية. المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي العمالي التابعتين لمقاطعة قشتالة وليون الإسبانيتين قدمت مقترحا لحكومة بيدرو سانشيز تطالب من خلاله بدعم الشعب الصحراوي والاعتراف بنهب موارده الطبيعية من قبل الاحتلال المغربي. وفقا لمقال نشره موقع الاندبندينتي الاسباني، فان هذه المبادرة المقدمة من طرف اعضاء في حزب سانشيز تدعو للاعتراف الصريح والواضح بان الصحراء الغربية منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع للقانونية الدولي ولم تنتمي ابدا الى المغرب، فضلا عن المطالبة بوقف الاحتلال غير القانوني. الخطوة تعتبر دليلا آخر على رفض أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي الإسباني لقرار سانشيز بالاعتراف بالمقترح المغربي الذي يدعو إلى الحكم الذاتي، خلافا لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على إجراء استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية. ما يمشي نايضة في إسبانيا بغني الدولنا الصحراء، لما في إسبانيا ما عندهم تشي حاجة يهضروا عليها، يهضروا على الصحراء ديالنا. أو محبابنا الجزائريين خارجين كيقولون نحضي وراسكم را قضية نايضة في إسبانيا، ورعاك يكذبوا عليكم را ما اعترفوش بالصحراء المغربية، ها هما بغني يحيدوا الاعتراف. أنا فيما كنشوف هاد المساخيط بدأوا كيخرجوا بشي تقارير مفاجئة كنعرف شي حاجة واقعة وبغني يدرقوا عليها. أنا وليت حافظ القراغيلة بلا ما تقول لي، وليت حافظهم عارفهم كيفاش كيتحركوا، عامل لي حتى كيبداو يهضروا على شي حاجة، إذا شي بلان تما باغيين يغطيو عليه، وبعد بحث بسيط علاش باغيين يغطيو. قالت وكالة الأنباء الإسبانية لن يفين حكومة إقليم الريوخ بدأت إجراءات المطالبة القضائية بمبلغ يفوق 45 ألف يورو من زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي مقابل الرعاية الصحية التي تلقاها بعد دخوله مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو عام 2021، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا. معي في هذا السياق من مدريد مشاهدينا الكرام مراسلنا سيد محمد طلبة. سيد محمد أهلا بك ومرحبا، ماذا إذن عن مطالبة إقليم لاريوخ زعيم جبهة البوليساريو بتكاليف علاجه في المستشفى الإسباني؟ مساء النور حكيم. في الحقيقة وكالة الأنباء الإسبانية إف نقلت عن المسؤول الإعلامي في حكومة لاريوخا قوله بأن حكومة الإقليم استنفذت كل الإجراءات الإدارية لاستعادة هذا المال لكنها لم تحصل عليه، وبالتالي تلجأ للقضاء على أساس أن ذلك واجبها وعلى أساس أن القضاء ربما له صلاحيات أخرى أكبر أوسع لفرض هذا يعني تعويض أو سداد هذه الأموال. كما قال بأن زعيم البوليساريو إبراهيم غالي دخل إلى المستشفى باسم مستعار ومزيف هو محمد بن بطيش، وأن ابنه الولي إبراهيم غالي وقع على التزام بدفع هذا الالتزام، التزام عادي عادة في المستشفيات هنا الإسبانية العامة عندما تأتي بدون تأمين وهناك التزام ينبغي توقيعه على أنك ستسدد المبلغ التكلفة. إذن هذا ما قاله المسؤول في حكومة لاريوخا، وأنت تعلم حكيم بأن هذه القضية كانت قد تسببت في أزمة كبيرة بين المغرب وإسبانيا، وأن إسبانيا أنذاك وزير خارجيتها قالت أن إبراهيم غالي جاء لأسباب إنسانية وبطلب من الجزائر، وبالتالي حقيقة إثارة هذا الموضوع الآن وإن كان هو في الحالة العادية قضية عادية، لكنه إثارته بالنسبة لقضية الزعيم البوليساريو وهذا المبلغ الكبير نسبيا 45 ألف يورو عوض 44 يوما قضاها في المستشفى هناك، وربما هناك ربما أشياء أخرى يبحث عنها في هذا الموضوع. فقط للتذكير فإن حكومة لاريوخا هذه الإقليمية عندما جاء إبراهيم غالي إلى هناك إلى أحد مستشفياتها كانت تحت سيطرة الحزب الاشتراكي، وهي الآن
تحت سيطرة الحزب الشعبي منذ سنة إثر الانتخابات الإقليمية والبلدية الأخيرة. الزغرتية الطيبة، الناس داعين بنو بطوش قالك لا راه واقفين معاه الله يمسخكم. أنا باغي نعرف علاش كتقلبوا الأحداث وعلاش كتكذبوا زعما، علاش كتكذبوا على الشعب ديالكم يا ودي؟ راه ما فيه ما يزيد يسمع من الأكاذيب ومن الوعود ديالكم الخاوية. يا ودي داك الشعب اللي فيه يكفي لا ما لا ضو لا دوار، أبقى خاص وعاد تزيد تكذب عليه على بنو بطوش. علاش كتكذبوا على إسبانيا؟ الناس راه داعية وحاطة دعوة قضائية، لا من علاش كتكذبوا؟ علاش كتكذب علينا حنا ودي؟ بحث بسيط كنجبدوكم وكنعريوكم من ساسكم من راسكم. الا ما بغيتش كذب، انت تكذب على شعبك ووفرتي له الماء لقاتها باش يغسل جنابه وبقى يعرف بنو بطوش فينا هو. انتما خلصوا عباد الله فرزقها، باغي تاكلوا صبانيه فرزقها عاوتاني ولا اعطيو للناس رزقهم؟ ياك داويتو بنو بطوش تما الله الا قالك راه نايضه وباغي يديروا الله يمسخ. ودابا غادي نشوفوا واحد المشاهد اللي صدماتني صراحه. زعما داك الشعب راه يستاهل داك الشيء اللي واقع له. ملي كتجي تشوف شي حوايج كيديروها فداك البلاد اه كتقول يستاهلوا. واش اللي ما كيحترمش حتى الحيوانات جالسين يعذبوا فيهم بواحد الطريقه لا حول ولا قوة إلا بالله. واللي صدمني هي مقدمة البرنامج كون كانت حدايا والله إلا كنت شويتها قالت لك هذه تقاليد مغاربية وكيديروها في المغرب وفي تونس وفي الجزائر. الله يمسخك هي اللفعة، حنا كنديروا داك الشيء نحمد الله ونشكره ما عندنا حتى شي واحد كيدير بحال هاد الحوايج هادو اللي كيسميوها كاك رياضة وجالسين يعذبوا في الحيوانات لا حول ولا قوة إلا بالله. ومني بغاو يجيبوا الفيديوهات باش يستعنوا جابوا من الجزائر وجابوا بعض التوانسة اللي كيقولوا بأنهم هما اللي اخترعوا هاد العجب هذا الله يمسخهم. والحمد لله اللي ما عندناش بحال هاد الحوايج الخايبين واللي ما يشرفوناش أنهم يكونوا في البلاد ديالنا. نخليكم مع هاد المشاهد كيف العادة ما تنسوا وش لايك، خلنا نرى إيديكم في التعليقات. تناطح الكباش أو مصارعة الكباش من اسمها هي منافسة بين كبشين يتناطحان حتى انتصار أحدهما وسط جمهور من المشجعين. طبعا لا تخلو من الدموية وقد تنتهي نهاية مأساوية. مبدأ مصارعة الحيوانات مشاهدينا ليس غريبا بحد ذاته، بل ينتشر على اختلاف الحيوانات والبلدان، ومصارعة الكباش هذه ليست استثناء في البلدان المغاربية. ولكن بينما يصفها البعض بالتقليد المتوارث عن الأجداد، ينتقدها كثيرون من ضمنهم رجال دين وناشطون في مجال حقوق الحيوان. في الجزائر يثير هذا التقليد الجدل في كل عام في عيد الأضحى، إذ تقام منافسات خاصة بغرض مصارعة الكباش. يجري التحضير لها قبل الموعد ويتم تلقين الكباش تقنيات المناطحة وتكتيك الصمود الذي يضمن النصر، ويتجمع المتفرجون حولها فيما يقف في الوسط الحكم والكبشان طبعا ومالكيهما. وتكون أغلب الكباش المشاركة في هذه المسابقة ذات بنية قوية وقرون بارزة. تبدأ المناطحة بتراجع الكبش للخلف بأمتار، ثم ينطلق مسرعاً لكي ينطح خصمه في مشهد قاس ينتهي أحياناً بإصابة أحد الكبشين إصابات بليغة تصل حتى الموت. طبعاً هناك من يتخذ من مصارعة الكباش مصدر رزق له فيستثمر فيها لمدة طويلة، يهتم بمأكلها ومشربها وحتى مظهرها، ويشترط مبلغاً كبيراً حال فوز كبشه. ويتشارك في هذه الظاهرة كل من المغرب والجزائر وتونس بتحويل الأحياء الشعبية إلى ساحة منازلة. رجال الدين والأئمة يذكرون دائماً قبل عيد الأضحى أن هذه العادة مذمومة، كون التحريض بين الحيوانات من أجل اللهو واللعب غير جائز شرعا. زد على ذلك أنه لا يجوز ذبح الخروف كأضحية إذا نزل منه الدم، فمن شروط الأضحية أن تكون سليمة. محبو هذه العادة مشاهدينا مستعدون للانتقال من بلد إلى آخر للمصارعة أو المبارزة، وهذا فعلا ما قام به أنور وهو رئيس رابطة تنظيم المصارعة في تونس. عرفت العباد ببعضها، قربت العباد ببعضها، عبارة ولينا لحمة واحدة ودم واحد، نحن بطبيعتنا شعب واحد سوى الجزائر والتونسي كيف كيف. خويا هذه رياضة نبيلة كيما نتفرجوا في السباق الحصن، كيما نتفرجوا في مصارعة الثيران، كيما نتفرجوا برشا رياضات. هذه الظاهرة ورغم أنها منبوذة في المجتمع إلا أنها ظاهرة ينتظرها الكثيرون كل عام. هذا ما قاله أسامة شقار الباحث في التراث الجزائري، لنستمع.
معظم الدول المغرب العربي تمارس هذه الرياضة. احنا في الجزائر دخلتنا من خلال شقيقة تونس، يعني هما يعرفون بالغرام وليمارسوا هذا الرياضة واسمهم الغرايمية. هذه الرياضة إذا صح التعبير أصبحت رياضة تقام لها بطولة كل سنة في الجزائر ولا في تونس ولا حتى في ليبيا وفي مالي ومعظم دول المغرب العربي. هي صحيح منبوذة دينيا ومنبوذة اجتماعيا، ولكن احنا نتحدث عليها الآن من خلال كونها ظاهرة اجتماعية، من خلال كونها شيء أصبح داخل الثقافة الجماهيرية، وأصبح الناس ينتظرون العيد الأضحى المبارك باش يشوفوا هذا الرياضة، لأنه هي رياضة تاع المحترفين في خلال السنة. ولكن كي يجي العيد الأضحى المبارك ويتوفر الكباش بوفرة كبيرة، تصبح حتى الهواة عندهم دور تمارس ويصنع منها أبطال، كباش أبطال. مشاهدينا ربما تتساءلون، كيف للخروف أن يصبح عدوانيا ويخوض مصارعة بتلك القسوة؟ صحيح أن صاحبه يدربه على أساليب خاصة لتحضيره، لكن هناك أسبابا أخرى تجعل الخروف عدائيا، كما يحصل مثلا في موسم التزاوج، حيث ترفع الهرمونات الذكورية من عدائية الذكور تجاه بعضهما، وكذلك أيضا التنافس على التراتبية أو المكانة في القطيع. وأيضا عندما يشعر الخروف بالخطر يكون له رد فعل عدواني، ووسيلته الوحيدة هي النطح. وهذا ما حصل صبيحة العيد في الجزائر مع هذا الفتى البالغ من العمر 15 عاما، حيث كان يحاول مساعدة جده في ذبح الأضحية وتعرض حينها لنطحة من الخروف تسببت بمقتله، لتتحول فرحة العيد إلى جنازة. رواد مواقع التواصل كان لهم رأي في الموضوع، لنقرأ بعض التعليقات. علي يقول: حرام شرعا في ديننا الإسلام، هل تقبل شخص يقوم بتحريض شخص آخر عليك لكي تتشاجر معه وأنت تتألم وهو يتفرج؟ أما محمد فيقول: لماذا لا تتناطحون بالعمل وتناطحون الغرب بالجد والجدية في العلم والصناعة؟ جمال لديه رأي أيضا، يقول: كفى تعذيبا للحيوان، اتقوا الله، الكبش للتقرب لله وإحياء سنة وليس للتناطح. تدوينة أخيرة من محمد يقول: الإبل في الخليج والكباش في شمال أفريقيا وكلاهما أبشع من بعض. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العادة ما تنساوش لايك، خلنا الرأي ديالكم في التعليقات، ناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدير المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.